في النادي الاهلي، ودايما بنحاول ان احنا نجيب لحضراتكم كل ما هو خاص وحصري فيما يخص الكلام عن الصفقات وعن الانتقالات في كل الانديه. الفتره اللي فاتت دي كان في كلام كتير جدا عن اليو ديونج لاعب النادي الاهلي والعروض طبعا اللي جايه له سواء كانت من اوروبا او من غيرها. خلينا نتفق كده ان اليو ديونج واحد من افضل اللعيبه في النادي الاهلي وفي الدوري المصري كله، طبعا ارقام كبيره بيحققها اللاعب وتطور مستمر في مستواه وفي ادائه في الملعب، وفي اهتمام اكيد اوروبي باللاعب. في اهتمام اوروبي باللاعب، وكمان في كشافين من بره جم وشافوه، لكن هل في بقى عرض رسمي وصل للنادي الاهلي بخصوصه؟ لا لسه ما فيش اي عرض رسمي باستثناء طبعا عرض العين الاماراتي اللي اتكلمنا عنه قبل كده. النادي الاهلي بقى عشان يحسم القصه دي، وطبعا الاخبار الكتير جدا المتداوله واللي اكيد ممكن انها تاثر برضو على اللاعب في الملعب، راح جاب اليو ديونج وقعد معاه وفتح الموضوع معاه وقال له احنا عارفين ان انت لاعب كويس جدا ولاعب مهم جدا، واي لاعب في افريقيا بيلعب في النادي الاهلي طبعا بيكون حلمه ان هو يحترف، وانت طبعا عارف ان النادي الاهلي هو النادي الافضل حاليا في افريقيا، واحنا مقدرين جدا موقفك، انما لما يجي لك كلام او اي عرض من اي مكان تيجي تقعد معانا وتقول الكلام ده لينا. لكن لحد دلوقتي ما جاش اي عرض رسمي بخصوصك، وكل اللي بتسمعه في الاعلام ده ان النادي الاهلي قافل السكه عليك، ده كلام مش صح، ده كلام محبط جدا، واكيد طبعا محبط بالنسبه لك، بس هو غير صحيح اطلاقا. احنا عارفين حجمك اكيد وعارفين قيمتك، واحنا كمان مش قافلين السكه خالص ولا الكلام ده ليه اي اساس من الصحه، لان مفيش اصلا اي عروض رسميه لحد اللحظه دي وصلت من اوروبا. نادي الاهلي اتكلم بكل وضوح مع اللاعب وقالوا له احنا عندنا مباراه مهمه جدا في نهائي افريقيا، وكمان فتره فاصله في الدوري المصري ممتاز، وعارفين قد ايه يعني احترافيتك في الوقت ده، وانت اكيد مش مقصر خالص، وكان لازم بس نوصل الرساله دي ليك، لاننا مش هنقف ابدا في طريقك مهما كان. ديونج قدر ان هو يقدر الكلام ده وكلام مسؤولين النادي الاهلي، وقال لهم كمان ان هو لاعب محترف وان هو يهمه جدا ان هو يقدم كل اللي عنده للنادي الاهلي، والموضوع ده مقفول خالص لحين اشعار اخر. وطبعا ده بالنسبه للنادي الاهلي هو الاهم، الانتهاء من نهائي دوري الابطال، وبعد كده هيقعدوا بقى مع اللاعب وهيتكلموا معاه في حاله وصول اي عروض رسميه، لان النادي الاهلي لم ولن ولا يتعامل الا بالشكل الرسمي فقط. وبكده يكون النادي الاهلي بقى خلاص قفل نهائي اي تكهنات او توقعات خاصه بديانج في الفتره اللي جايه.